تمكن المنتخب الموريتاني لكرة القدم من إنهاء العام 2018 بشكل مثالي بضمان التأهل لكأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخه، متوجا بذلك التطور الذي عرفته اللعبة في البلاد خلال الفترة الأخيرة. المختار ولد ليدالي وتفاصيل أوفاه في التقرير التالي. في عام 2018 كانت كرة القدم الموريتانية على موعد مع إنجاز استثنائي عندما تأهل منتخب المرابطون لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه، محققا بذلك حلما راود كل الموريتانيين أكثر من خمسة عقود. الفرحة كانت عارمة بعد أن نجح رفقاؤه أدامبا في وضع أقدامهم بثبات على خارطة كرة القدم الإفريقية. سيكون دافع كبير للتحول الذي ستشهده الكرة الموريتانية والرياضة بصورة عامة، لأنه دافع لتغيير النظرة تجاه كرة القدم في الشارع الموريتاني. بالنسبة لي 2018 كما قلت هي أفضل ما يمكن أن تتوج به، وهذا التأهل للمحفل القاري الذي أكيد سيعطي إضافة للكرة الموريتانية وسيعرف أكثر ببلدنا بلد موريتانيا، وسيعزف النشيد الموريتاني لأول مرة في المحافل القارية، وهذا بحد ذاته إنجاز للجميع، إنجاز للموريتانيين سواء المقيمين أو الخارج موريتانيا. الإنجاز الذي حققه المنتخب الموريتاني ببلوغ العرس الكروي الإفريقي لم يأتي عبر مسار مفروش بالورود أو وليد صدفة، بل جاء عبر تضافر جهود الجهاز الفني واللاعبين والجمهور واتحاد الكرة وعلى حساب منتخبات إفريقية قوية. كان هذا بفضل عمل قمنا به منذ فترة طويلة وبوجود اتحاد للكرة تبنى مشروعا بطموحات كبيرة واضعا تخطيطا لتحقيق ذلك، إضافة للصبر والثبات الذي حظي به الجهاز الفني. التأهل لكأس إفريقيا للأمم والظهور المشرف في التصفيات نسج علاقة وطيدة بين المنتخب الموريتاني وجمهوره الذي أصبح أقوى ارتباطا وتعلقا بنجومه أكثر من أي وقت مضى. المختار لليدالي، بي إن سبورتس، نواكشوط.